بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب اسمحوا لي النهاردة نبتدي مع بعض جزء جديد من أجزاء البرين ستيم أو محاضرات البرين ستيم، ألا وهو الميدالة أوبلونجاتا، ونشوف مع بعض إزاي ربنا هيأهلها عشان تقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها. أخدنا المرة اللي فاتت يا شباب محاضرة مقدمة كده عن الأناتومي بتاع البرين ستيم، وعرفنا إن البرين ستيم بيتكون من 3 أجزاء، الجزء السفلي عبارة عن الميدلة، الجزء اللي في النص عبارة عن البونز، والجزء اللي فوق عبارة عن الميد برين. وخدنا وشفنا مع بعض برضو لما اجي ابص على البرين ستيم في انتيريور فيو من قدام، ولما اجي ابص على البرين ستيم في بوستيريور فيو من ورا. اخدنا المره اللي فاتت مقدمه طويله عريضه عن الاناتومي بتاع البرين ستيم، او هي طويله عريضه بمعنى اصح بالنسبه لي انا كهيستولوجيست. ليه؟ لان يعني في الهيستولوجي انا مش محتاجه اعرف تفاصيل التفاصيل التفاصيل اللي انت بتاخدها في الاناتومي، انا بختار او بتسلكت اجزاء معينه هي دي اللي هتخدمني في الجزء بتاع الهيستولوجي. وخلينا متفقين برضو ان هذا الجزء زي ما انا دايما بقول جزء البرين ستيم ده عباره عن نيورو اناتومي وليس هيستولوجي، وليس هيستولوجي، ده عبارة عن جزء موجود في كل النيورو اناتومي. لان هو ليه مش هيستولوجي؟ لان دي حاجة انت ما بتشوفهاش بعينك، انا اسفة، دي حاجة انت ما بتشوفهاش تحت الميكروسكوب، دي حاجة انت بتشوفها بعينك، وطالما بتشوفها بعينك فده عبارة عن اناتومي وليس هيستولوجي. وعشان نبقى كمان يعني متخصصين اكتر، مور سبيشالايزد، فده عبارة عن برانش اسمه نيورو اناتومي، وده كده علم كبير طويل عريض كده، حتى غير الاناتومي العادي بتاعنا، لا ده علم كده كبير اسمه نيورو اناتومي. فاحنا النهارده هنعمل ايه؟ احنا النهارده بعد ما عرفنا المقدمه بتاعت الاناتومي بتاعت البرين ستيم، هاجي عند كل جزء في البرين ستيم كده واجي اقطع فيه كذا مقطع، بمعنى هاجي في الميدلة واجي اقطع فيه 3 اجزاء اللي هم ايه؟ اجي اقطع في الجزء السفلي بتاع الميدلة اللي هو اسمه اللور ميدلة، في الجزء اللي في النص من الميدلة اللي هو الميدل ميدلة، في الجزء العلوي من الميدلة اللي اسمه الابر ميدلة. حاجة عند البونز اعمل نفس الحاجة، اقطع عند اللور ليفل واسميه اللور بونز، اقطع عند الميدل ليفل واسميه الميدل بونز، واقطع عند الابر ليفل واسميه الابر بونز. حاجة برضو عند الميد برين واقطع في مستويين، المستوى السفلي واسميه اللور ميد برين، عند الكلكعتين اللي انتوا شايفينهم دول هنعرفهم بعد كده في اخر محاضره، وعند الكلكعتين اللي فوق دول هقطع، ها وايه، واسمي هذا الليفل الليفل بتاع الابر ميد برين. لما قطعت عند كل ليفل استفدت ايه؟ استفدت ان عند كل مستوى هقدر اعرف ايه الحاجات اللي موجوده فيه، وبالتالي لما يحصل ليجن في هذا المكان، الليجن ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيومر، عباره عن ممكن فاسكولار ثرومبوزس، جلطه، ممكن حادثه، لو حصلت في هذا المكان انا متوقعه بما ان هذا الجزء في هذا التركيب المريض ده هيعاني من ايه؟ اتفقنا يا شباب؟ خلينا نبتدي مع بعض بأول جزء عندنا ألا وهو الميدالة أوبلونجاتا، وخلينا نشوف شكلها. لو جيت بصيت عليها من فوق كده هلاقيها إيه؟ هلاقيها عريضة في الجزء اللي هي إيه؟ بتبقى متصلة فيه بالبونز، لكن وهي نازلة على تحت ها بتبتدي تضيق وهي إيه؟ رايحة عشان تكمل مع السباينال كورد. طيب يا ترى الميدالة دي هقطعها عند كام مستوى عشان أدرسها؟ هقطعها عند 3 مستويات، مستوى تحت بقول عليه lower، مستوى في النص بقول عليه middle، ومستوى فوق بقول عليه upper. وخلي بالك من حاجة مهمة قوي، ايه هو؟ ان المستوى اللي تحت والمستوى اللي في النص بقول عليهم closed medulla. طب هو ليه الجزئين دول اتسموا closed؟ اتسموا closed يا شباب لان السنترال كانال بتخترقهم، بتخترق الجزء اللور والجزء الميدل. فلو انا جيت قطعت سيكشن هنا او هنا هلاقي ايه؟ هحس ان هذا الجزء كله كده عبارة عن جزء واحد مقفول ماشي في نص، وايه او بيخترقه مين؟ السنترال كانال. لكن لو انا جيت شفت الجزء اللي هو الابر بارت من الميدلة وجيت قطعت فيها سيكشن بالمنظر ده، هلاقي هذا الجزء ايه؟ اوبن، مفتوح. مفتوح ليه يا شباب؟ لان الجزء ده ها خلاص السنترال كانال هنا فتحت على الفورث فنتريكل، فبالتالي هذا الجزء ايه؟ مش محوط لي الفورث فنتريكل داير ما يدور، مش محوطه داير ما يدور، فعشان كده الجزء ده بقول عليه الاوبن بارت. علشان ندرس ميدالا اوبلونجاتا عند اللور ليفل نبتدي بيه،
اللي هو الجزء الملاصق للسباينال كورد، لازم نفتكر مع بعض كده ايه السباينال كورد عند السيرفايكال ليفل. ليه؟ لان السيرفايكال ليفل ده اعلى حاجه او اعلى مستوى في السباينال كورد، اللي هو هيكمل مع ايه؟ مع اللور ليفل بتاعت المظله. وطالما ان الجزئين دول متصلين ببعض، فاكيد هيبقى فيه تشابه كتير جدا ما بينهم. فنفتكر كده مع بعض يا شباب، سيكشن في السباينال كورد عند السيرفايكال ليفل كان شكله ايه؟ اولا كان شكله كبير وبيضاوي بالمنظر ده، وكان بيتكون من نصين، ادي كده نص وادي كده نص. ان الصين دول بيجوا ها وينفصلوا من ورا كده عن بعض بسبتم، بقول عليه posterior median septum، الكلام اللي احنا شرحناه في السباينال كورد. وبيجوا ينفصلوا من قدام كده عن بعض فيشر، بقول عليه anterior median fissure، وساعات بقول عليه anterior median sulcus، وتسمى فيشر او sulcus لان ايه؟ مفتوح كده، لانه في فتحه كده بالمنظر ده، لكن ده سبتم ايه؟ زي الحيطه كده، لان هو ايه؟ ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش فاصل كده، يعني كانهم مقفولين على بعض، مش عاملين سبيس ما بينهم. خليني برضه اقول لك ان السباينال كورد بيتكون من جزء في النص بقول عليه الجري ماتر، وبيحوطه جزء بقول عليه الوايت ماتر. الجراي ماتر ده كانت بتخترقه في النص مين يا شباب؟ ها القناه اللي بيمشي فيها السريبرو سباينال فلويد او السائل الدماغي، اللي هي عباره عن السنترال كانال. السنترال كانال الجراي ماتر ده بيتكون من هورن، قرن موجود من ورا اسمه بوستيريور هورن، وقرن موجود من قدام اسمه انتيريور او الفنترال هورن. وخليني اقول لك ان البوستيريور والانتيريور هورن بتوع النص ده وبتوع النص التاني بيرتبطوا في النص بجزء كده بقول عليه ايه؟ كوميشر، وده ايه؟ او جراي كوميشر، وده اللي بيحوط السنترال كانال. اما الوايت ماتر يا شباب، فدي كانت بتتقسم لثلاث عوامل، ثلاثه كولم. عمود بقول عليه بوستيريور او دورسال كولم، اللي هو بيبقى ما بين البوستيريور هورن وما بين البوستيريور ميديان سبتم، وكولم تاني بقول عليه اللاترال كولم، اللي بيبقى ما بين البوستيريور والانتيريور هورن، وكولم تاني بقول عليه الانتيريور او الفنترال كولم، اللي بيبقى ما بين الانتيريور ميديان فيشر وما بين ايه؟ وما بين الانتيريور هورن. الوايت ماتر ده كان بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على فايبرز او تراكت. التراكت دي كان في منها شورت تراكت وكان في منها لونج تراكت. الشورت تراكت دي يا شباب اللي هي ايه؟ اللي هي بتبقى طالعه ونازله within السباينال كورد نفسه. اهمها اللي هتهمني دلوقتي في البرين ستيم، لان ليها او بمعنى اخر اللي هتهمني دلوقتي في السباينال كورد، لان ليها كونتينيويشن او تكمله في البرين ستيم، واحده اسمها السالكو مارجنال تراكت، اللي هي عباره عن التراكت اللي هي من اسمها في المارجن يعني عند الحافه، سالكس يعني جنب السالكس، لانها قاعده جنب الانتيريور ميديان فيشر او السالكس، فعشان كده اتسمت سالكو مارجنال تراكت. واللي ليها تكمله في البرين ستيم هنعرفها بعد شويه. دي عباره عن شورت تراكت، شورت تراكت. لكن في لونج تراكت. اللونج تراكت دي كان في منها اسندنج طالع كاري سنسيشن، وكان في منها ايه؟ ديسندنج نازل ايه؟ عشان الموتور فانكشن. بالنسبه للاسندنج يا شباب، كان في عندنا ايه؟ كان في عندنا في تو تراكت مهمين جدا ها مستوليين على الدورسال كولم او البوستيريور كولم دي، اللي هي مين؟ اللي هي الجراسيل تراكت والكونييت تراكت. والجراسيل والكونييت ده نفكركم تاني، دول بيبقوا ايه؟ دول اللي كاري الكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن. يعني ايه الكونشس بروبيوسبتيف؟ اللي هو ان انت تبقى حاسس بايه؟ بالسنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت. يعني ايه؟ يعني بتبقى حاسس انا تانية دراعي ولا ايه؟ ولا فرداه؟ تانية رجلي ولا فرداها؟ انا قاعدة ولا واقفة؟ كل ده اسمه الكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن. مين اللي شايلهم؟ الجراسيل والكونييت تراكت. عندي تراكت تانية ها اسمها الدورسال والفنترال سباينو سيريبيلر تراكت، ودي كانوا المسؤولين عن ايه؟ ها كانوا المسؤولين عن بقى الانكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن، اللي هو ايه؟ الانكونشس اللي انت ما بتحسش بيه، ما تدركهوش، عشان كده هو واصل فقط لحد السيريبيلم. زي ايه؟ زي ها ال ايه؟ برافو عليكم، درجة الاسترتش بتاعت الماسل اللي كان بيحسها مين؟ الماسل سبيندل، ان ايه؟ العضلة بتاعتي مشدودة. الدرجة دي قد ايه؟ درجة التنشن اللي واقع على الجوينت نتيجة الماسل كونتراكشن اللي كان بيحسها الجولجي تندون اورجان. الحاجات دي يا جماعة انت ما بتحسهاش، عشان كده بسميها الانكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن، ودي اللي مسؤول عنها الدورسال والفنترال سباينو سيريبيلر تراكت.
عندي كمان التراكت اللي بقول عليها بتاعت الانترولاترال سيستم، فاكرينها اللي هي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن السباينو ثالاميك تراكت، ها، والسباينو ريتيكولار والسباينو ميزينكفاليك، ودول كانوا مسؤولين عن ايه؟ عن ان هم بيشيلوا البين والتمبريتشر والتاتش سنسيشن من ايه؟ من الجسم بتاعك، من جسمك. دي عباره عن ايه؟ عباره عن اهم الايه؟ الاسندنج تراكت بتاعتنا. لكن في عندي descending tract اللي هي النازله، اللي هي مين؟ ها، اللي هي عباره عن الموتور تراكت، اللي هي طبعا اول واحده فيهم اللي هي البيراميدال تراكت، اللي مسؤوله عن الفولانتري كنترول بتاعت المصل، عن تنظيم العضلات، سوري، الحركات الاراديه بتاعتك، اللي هي عباره عن مين البيراميدال تراكت؟ عباره عن واحده اسمها اللاترال كورتيكو سباينال تراكت، واللاترال كورتيكو سباينال ها موجوده فين؟ ها، في اللاترال كولن بتاعتي. واحدة تانية اسمها الانتيريور كورتيكو سباينال تراك، اللي هي موجودة فين؟ في الانتيريور كولم بتاعي. بالإضافة للإكسترا بيراميدال تراك اللي هي وظيفتها إن هي تعمل لك إيه؟ تناسق ما بين الحركة بتاعتك، تتحكم لك ها في درجة التون بتاعة الماسل بتاعتك، تتحكم لك في الريفلكس، لا يبقى عالي ولا يبقى واطي، فبالتالي تخرج لك في النهاية حركة ها مالها متناسقة، متناسقة. الاكسترا بيراميدال تراكت دي من اهمها الروبرو سباينال تراكت اللي قاعده في حجر اللاترال كورتيكو سباينال تراكت، بالاضافه لايه؟ للريتيكولو سباينال تراكت، فيستيبولو سباينال تراكت، تكتو سباينال تراكت، ودي في منهم ايه؟ في منهم لاترال وفي منهم ايه؟ فنترال. الكلام ده كله يا شباب احنا قلناه وشرحناه بالتفصيل فين؟ في السباينال كورد. فاذا انا متوقعه ان انا لما اروح على الميدالة في اللور ليفل اللي بيبقى ملاصق للسيرفايكال ليفل اكيد هلاقي متشابهات كتيره ما بينها او ما بينهم وبين بعضهم. وخلينا مع بعض نبتدي في اول ليفل عندنا في الميدالة اللي هو اللور ليفل، الليفل الملاصق للسباينال كورد اللي قلنا عليه اللور كلوزد ميدالة، لان انا لما اجي ابص عليه هتلاقي ايه؟ هتلاقي ادي كده لما جيت قطعت في الميدالة في اللور ليفل لقيت ان هو هذا السكشن بيجي كده داير ما يدور يحوط لك ايه؟ السنترال كانال، فعشان كده قلنا عليه ان هو كلوزد ميدالة، مقفول اهو داير ما يدور حوالين مين؟ حوالين السنترال كانال. وخلي بالك من حاجه مهمه قوي، ان كل ليفل بيبقى له اسم شهره. الاسم ده بيجي منين؟ منبعه ايه؟ منبعه في اهم حدث بيحصل في هذا الليفل. فاهم حدث بيحصل في اللور كلوزد ميدالة ان بتحصل حاجه اسمها الموتور ديكاسيشن، فعشان كده اللور كلوزد ميدالة بقول عليه ذا ليفل اوف ذا موتور ديكاسيشن، واللي هنعرفها بعد شويه. طيب خلينا نبص مع بعض ونشوف اول حاجه عندنا الاوت لاين بتاع الليفل ده، يعني من بره كده لما اشوفه بيبقى شكله ايه؟ بلاقيه بيشبه السيرفايكال سيجمنت بتاع السباينال كورد اللي احنا لسه شارحينها من شويه، بما ان زي ما قلنا هذا الجزء ملاصق لمين؟ للسيرفايكال ليفل بتاع السباينال كورد، وبلاقي كمان في السنترال كانال بتبقى موجوده في السنتر. طيب هلاقي كمان، هلاقي فيه هنا كمان تراكتس ونيوكلياي. ايه التراكت ونيوكلياي الحقيقه هنا؟ هتلاقي والله معظم الاسندنج والديسندنج تراكت بتاعه السيرفايكال ليفل، واللي من اهمها وهنركز عليها هنلاقي فيه ثلاثه موجودين كده تحت بعض، موجودين بوسترولاترال. بوسترولاترال يعني ايه؟ يعني في البوستيريور بارت وفي اللاترال بارت. الثلاثه دول اللي هم عباره عن ايه؟ عباره عن الاختين الحلوين هنا وشرين، اللي هم عباره عن مين؟ عبارة عن الجراسيل تراكت والكونييت تراكت اللي هم كانوا في السيرفايكال ليفل وطالعين مكملين معانا. وخلي بالكوا ان الجراسيل والكونييت تراكت دول ها بيجوا هنا ويبتدوا يعملوا تناوب او ريلي في النيوكلياي بتاعتهم اللي هم اسمهم النيوكلياي، اللي هم اسمهم الجراسيل والكونييت نيوكلياي. وخلي بالك ان الجراسيل والكونييت نوكلياي دول بيعتبروا السكند اوردر نيورون بتاعه الجراسيل والكونييت تراكت. امال الفيرست اوردر كانت مين؟ كانت عباره عن، ها، برافو عليكم، السودو نيبولار سيلز اللي موجوده في السباينال جانجليا. وخلي بالك ان الجراسيل والكونييت تراكت السكند اوردر بتاعهم، ها، ما بيبقاش موجود فين؟ في السباينال كورد، لكن بيبقى موجود فين؟ زي ما احنا شايفين، ها، في اللور ليفل بتاع الميدالة، بيبقى موجود في البرين ستيم.
بس خلي بالك برضو من حاجة مهمة، إن هذه التراكت بتبتدي تعمل ريلي أو تناوب في النيوكلياي بتاعتهم، بتبتدي، فعشان هم لسه بيبتدوا، ها يعني ما عملوش تناوب بطريقة كاملة، فعشان كده بتلاقي إن الفايبرز أو التراكت بتبقى هنا في الجزء ده حجمها أكبر أو كميتها أكبر من إيه؟ من النيوكلياي بتاعتهم. فإذا الجزء ده عبارة عن الجراسيل تراكت وده الجراسيل نيوكلياي، الكونييت تراكت والكونييت نيوكلياي. شايف التراكت كبيرة ازاي بالنسبة للنيوكلياي؟ زي ما قلنا عشان هي لسه ايه، بتبتدي تعمل ريلي او تناوب في مين؟ في النيوكلياي بتاعتهم. تالت تراك تحلاقيها قاعدة كده فرحهم جنبهم، اللي هي عبارة عن السباينال نيوكلياس والتراكت بتاعت الترايجيمينال نيرف. ايه السباينال نيوكلياس دي بتاعت ترايجيمينال؟ انا لسه قايله لكم من شوية ان الترايجيمينال نيرف ده يا شباب له 4 نيوكلياي، واحدة منهم اسمها السباينال نيوكليس. هذه النيوكليس بتعتبر السكند اوردر نيورون في البين والتمبريتشر. ايه ده البين والتمبريتشر؟ ها هو انا مش كنت خدت قبل كده ان في بين وتمبريتشر كارد بالانترولاترال سيستم؟ اه، بس لما احنا شرحنا في السباينال كورد البين والتمبريتشر بتاع الانترولاترال سيستم اللي شايله ده كان، ها ده كان بتاع البادي بتاعك، لكن السباينال نيوكليس دي السكند اوردر نيورون في البين والتمبريتشر اللي جاي منين؟ اللي جاي من الفيس، اللي جاي من وشك، اللي جاي من وشك. وخلي بالك من حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ ها ان السباينال نيوكليس دي يا شباب من النيوكلياي اللي ايه، اللي بتبقى مكمله على كذا ليفل، يعني احنا هنشوفها بعد كده عندنا في الليفلز التانيين بتوع المظلة، وهنلاقيها كمان فين؟ هنلاقيها في البونس، يعني بتاخد اكتر من ايه؟ اكتر من ليفل. ومش كده وبس، يعني هي مش مجرد بس بتطلع على فوق كمان لحد البونز، ها لا دي كمان بتنزل على تحت في السيرفايكال ليفل، وبتعمل جوين او بترتبط او بتكمل مع السبستانشيا جيلاتينوزا اوف رولاندو، فاكرينها اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي كانت عباره عن السكند اوردر نيورون بتاع الايه، السلو بين والتمبريتشر اللي هو جاي من يور بودي، اللي جاي من يور بودي. فانت شايف دلوقتي، شايف العظمه، شايف الجمال، ها ان السباينال نيوكليس اللي هي بتكاري البين والتمبريتشر بتاع الفيس مكمله مع السبستانشيا جيلاتينوزا اللي برضه شايله البين والتمبريتشر بتاعت ايه، بتاعت يور بودي. فمعنى كده ايه؟ معنى كده يا جماعه ان في حاله من الترابط والتناسق في ايه، ها في خلق ربنا لمخلوقاته، بمعنى ان مش النيوكليس بتاعت البين والتمبريتشر بتاعت جسمك في حته وبتاعت وشك ايه في حته تانيه، لا ده هما الاتنين في ترابط ما بينهم، ها عظيم، ترابط كده رباني رهيب، علشان ايه؟ عشان يعمل لك كوردينيشن وايه، وتناسق في كل حاجه بتحصل في جسمك سواء كانت سنسوري او موتور او موتور. ومن هذا الكلام تقدر تقول لي ليه السباينال نيوكليس اتسمت بهذا الاسم؟ من الكلام اللي احنا قلناه، علشان هي بتمتد لحد السباينال كورد عن السيرفايكال ليفل زي ما قلنا، عشان ترتبط بالسبستانشيا جيلاتينوزا اوف روندو، من هنا جه تسميتها انها اسمها ايه، انها اسمها السباينال نيوكليس. اتفقنا يا شباب؟ طيب هلاقي ايه كمان؟ هتلاقي والله في الميد لاين عندي في المظله حاجه اسمها البيراميدال موتور ديكاسيشن، الحدث الاهم والاجل في هذه اللحظه في هذا الليفل. ايه البيراميدال موتور ديكاسيشن ده؟ فاكرين يا شباب لما خدنا في السباينال كورد الكورتيكو سباينال تراكت، فاكرينها؟ كنا بنقول ايه على الكورتيكو سباينال تراكت دي؟ دي عباره عن ها البيراميدال تراكت اللي هي بتيجي تنزل من الكورتكس، ها وتيجي في اللور ليفل بتاعت الميدلة، وبلاقي ان 80% من الفايبرز بتاعتها او اكتر بتيجي وتقوم عاملة كروسنج او تعبر الميد لاين، وتيجي وتقوم نازلة على الناحية التانية في السباينال كورد، ها وتعمل لك تراكت اسمها ايه؟ اسمها اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. الكلام اللي احنا خدناه فين؟ في السباينال كورد. وقلنا ان في 20% من الفايبرز او اقل بتنزل من غير ما يحصل لها كروسنج، من غير ما تعبر، وتيجي وتقوم نازله ها في السباينال كورد في الفنترال كولم، وتعمل لك حاجه اسمها الانتيريور او الفنترال كورتيكو سباينال تريت. فاذا انا متوقعه
ان في هذا الليفل هلاقي فيه فايبرز، ها عامله ايه؟ كريس كروس، جايه كده وقاطعه بعضها، عامله كروسنج. هذه الفايبر اللي بسميها الموتور ديكاسيشن، او ساعات بنسميها ايه؟ بنسميها البيراميدال ديكاسيشن، لان ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديكاسيشن او تقاطع او عبور لمين؟ للبيراميدال فايبرز. وزي ما قلنا ان 80% من الفايبرز مالها، ها اللي هيحصل لها كروسنج، بتبقى اسمها لاترال كورتيكو سباينال تريكت، و20% او اقل من الفايبرز اللي مش هيحصل لها كروسنج هتيجي وتنزل، ها ويبقى اسمها الفنترال كورتيكو سباينال تريكت. هلاقيها ايه؟ موجوده حتى ايه؟ في الفنترال بارت اهي، واللاترال موجوده فين؟ في اللاترال بارت بتاع الميدلا. طيب يا ترى في حاجه تانية بتحصل؟ ايه هي؟ هتلاقي في حاجه اسمها ميديال لونجيتودينال باندل. ايه الميديال لونجيتودينال باندل دي؟ ميديال يعني هي بتبقى موجوده قرب الميد لاين، لونجيتودينال باندل يعني ايه؟ يعني حزمه من الفايبرز بتبقى ايه؟ بتبقى كده ماشيه بالطول، ماشيه بالطول. طيب هي الميديال لونجيتودينال باندل دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن حزمه من الفايبرز، ها بتحتوي على اسندنج وديسندنج فايبرز، اسندنج وديسندنج فايبرز، يعني فايبرز طالعه وفايبر نازله. الميديال لونجيتودينال باندل دي بتبقى موجوده في كل الليفل بتاعه البرين ستيم، يعني مكمله كده معانا زي مين؟ زي السباينال ايه نيوكليس اللي انا قلت لكم عليها. فالميديال لونجيتودينال باندل دي والسباينال نيوكليس ما تنسهمش من الحاجات اللي ايه اللي هتتعب معانا شويه في ايه في الجزء ده، هتفضل مكمله معانا كده لمستويات اعلى. طيب هي الميديال لونجيتودينال باندل دي عباره عن ايه؟ عبارة عن continuation أو تكملة للتراكت اللي موجودة في السباينال كورد في السيرفايكال ليفل قلت لكم عليها، اللي هي عبارة عن السالكو مارجنال تراكت، اللي هي كانت عبارة عن شورت تراكت وقلت لكم هتهمني لأنها هتيجي وتكمل في البرين ستيم تحت مسمى الميديا لونجيتودينال باندل. طب يا ترى ايه وظيفة هذه الباندل؟ بتعمل ايه؟ ليه بتحتوي على ascending و descending fibers، على fibers طالعة ونازلة؟ علشان تعملها coordination، تناسق ليه؟ للreflex movement بتاعة ال eye وال neck بتاعتك in response لل vestibular auditory أو visual stimuli. يعني ايه؟ يعني تعمل تناسق للحركة الأوتوماتيكية اللي ممكن تحصل لك. إزاي؟ لما أجي كده ناجي عليك وأقول لك يا محمد، هتقوم أنت جاي كده إيه بطريقة تلقائية أوتوماتيكية، هتحرك راسك ورقبتك وعينك ناحية مصدر الصوت. فاللي مسؤول عن هذه العملية، عن عملية التناسق اللي حصلت في الحلقة أو الحركة الأوتوماتيكية لراسك أو رقبتك وعينيك، ها in response للأوديتوري ستيمولس لمصدر الصوت، ده اللي مسؤول عنه مين؟ المسؤول عنه الميديال لونجيتودينال باندل. اتفقنا يا شباب؟ يبقى إذا دي عبارة عن حزمة، ها وظيفتها إيه؟ تربيط، تربط إيه؟ تربط كذا حاجة مع بعضها عشان تعمل إيه؟ تناسق في الحركات إيه؟ التلقائية. يبقى إذا اللي يهمني في هذا الليفل مرة تانية، علشان خلي بالكو الجزء بتاع البرين ستيم فيه درجة كبيرة جدا من الحفظ. ليه؟ لأنها حاجات طالعة وحاجات نازلة، مسارات طالعة ونازلة، فبالتالي هذه المسارات ها محتاجة مني إن أنا إيه؟ إن أنا أحفظها، إن أنا أعرفها، لأن الجزء ده يا شباب يعني كمية الفهم فيه مش زي كمية الحفظ، في جزء كده محترم حفظ، فعشان كده هقعد اعيد وازيد في الكلام لحد ما تخرجوا ايه حافظين الايه الليفلز المختلفه. يبقى اذا تاني اللور كلوزد ميدالا، ده الليفل ده بسميه ايه؟ اسم الشهره بتاعه الموتور ديكاسيشن. يبقى انا متوقعه ان انا هيحصل فيه ايه؟ ها هيحصل ديكاسيشن للبيراميدال ايه تراكت، بحيث ان انا ايه اللي يحصل عندي؟ ان 80% هيعملوا كروسنج وينزلوا على مسمى اللاترال كورتيكو سباينال تراكت اللي هيبقوا موجودين في اللاترال بارت، و20% او اقل هينزلوا من غير ما يعملوا كروسنج ويبقى اسمهم الفنترال كورتيكو سباينال تراكت، ها ويبقوا موجودين في الفنترال بارت. كده خلصنا من ايه؟ من اسم الشهرة بتاعها.
هل هلاقي حاجة تانية؟ اه، هتلاقي كده جنب الجزء اللي حصل فيه ديكاستيشن هتلاقي فيه فايبرز، هنقعد ونعيد ونزيد فيها كل شوية، اسمها ميديا لونجيتودينال باندل. من اسمها ها هتبقى موجودة ايه؟ ميديا اللي كده بالبانزر ده جنب الميد لاين. خلاص، الفايبرز دي زي ما قلنا مالها؟ عبارة عن ها بتربط، تقعد تربط الحاجة ببعضها عشان ايه؟ تعمل تناسق في الريفلكس موفمنت. بالنسبة هنا لمين؟ للتراكت بتاعي، هلاقي ايه؟ هلاقي الاختين الحلوين هناء وشيرين، هلاقي فيه جراسيل والكونيت تراكت، واللي هيبتدوا يعملوا ريلي في النيوكلياي بتاعتهم، هيبتدوا تمام. وبعديهم هلاقي مين؟ هلاقي السباينال نيوكلياس والتراكت بتاعت مين؟ بتاعت الترايجيمينال نيرف، واللي هتفضل تكمل معانا طول ما احنا طالعين لحد البونز. فيا ريت ايه ما ننساهاش، دي اهم حاجه بتحصل في اللور كلوزد ميدالا. وخلي بالك انا هنا في هذا الليفل عندي لسه بقيه التراكت اللي هي موجوده فين، اللي هي كانت موجوده في السيرفايكال ليفل وطلعت فين على الميدالا. يعني هنا برضو هتلاقي عادي خالص الانترولاترال سيستم، الدورسال وفنترا سباينوس ريبيلر، هتلاقي فيه الاكسترا بيراميدال تراكت، حاجات موجوده. بس انا مش عايزه احشي دماغك بيها دلوقتي بطريقه ملهاش لازمه، انا يهمني اهم حاجه او اهم حدث بيحصل في هذا الليفل، ها، واهم تغيرات بتحصل. الحاجات اللي هي ماشيه معانا كده مونوتونس هي هنسيبها دلوقتي لحد ما نحتاج لها، هنرجع تاني ايه نذكرها، لان انا مش عايزه احشي دماغكم بحاجات ملهاش لازمه، هركز على الحاجات المهمه، ها، وانتوا اوتوماتيك عارفين ان بقيه الحاجات لسه مكمله معانا، اللي هيختفي منها هقول لكم عليه، واللي هيبقى لسه مكمل خلاص مش هنجيب ايه ذكره لحد ما ايه لحد ما يختفي. اتفقنا يا شباب؟ نروح مع بعض على تاني مستوى عندنا في الميدلة، ألا وهو الميدل كلوزد ميدلة. وكلمة ميدل معناها إن أنا حاجة أقطع في نص الميدلة، وكلوزد يعني إيه؟ زي ما قلنا من شوية، يعني أنا هلاقي إن هذا المقطع كده داير ما يدور، محوط لك مين؟ السنترال كانال. وهذا الليفل برضو له اسم الشهرة اللي أنا بقول عليه مين؟ السنسوري ديكاسيشن. يعني معنى كده إن أنا كان في عندي موتور ديكاسيشن حصل فين؟ في اللور ليفل، وعندي في الليفل اللي فوقيه على طول في برضو ديكاسيشن، ها، أو تقاطع هنا حصل، بس ده بيبقى إيه؟ بيبقى سنسوري. يا ترى مين اللي عمل الديكاسيشن ده؟ هنعرف بعد شوية. يبقى اذا لو قلنا اول حاجه الاوت لاين بتاع هذا الليفل بيبقى شكله ايه هو ما بيتغيرش كتير عن اللي قبل كده، لكن هنا السنترال كانال بيبتدي ان هو يتحرك او يتزحزح على ورا. ليه؟ لان احنا زي ما هنشوف في هذه الصوره، ها، ادي يا شباب الايه الجزء بتاع السنترال كانال، اللي هو الجزء اللي ايه اللي هو فيه اللور ليفل والميدل ليفل. فهتبتدي شويه بشويه السنترال كانال تتحرك على ورا عشان تفتح فين؟ ها، تفتح لك في الفورث فنتريكل. طيب تعالى على التراكتس ونيوكلياي اللي بيبقوا موجودين في هذا الليفل، نفس الكلام برضو زي اللي فات، معظم الاسندنج والديسندنج تراكت اللي احنا ايه اللي هي كانت موجوده في السيرفايكال ليفل، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. لكن تعالوا برضو على اهم احداثها بتحصل في هذا المستوى. تعالوا كده نشوف مع بعض الاختين الحلوين هناء وشيرين حصل لهم ايه. والله بتلاقي هنا ان الجراسيل والكونييت تراكت ايه اللي بيحصل لهم؟ بيبتدوا ان هم هنا في الجزء ده بيصغروا او بيظهروا صغيرين. ليه؟ لان هم هنا يا شباب اللي بيحصل ان الفايبرز بتاعت الجراسيل والكونيات معظمها بيحصل له ريلي او تناوب فين؟ في النيوكلياي بتاعتهم. فعلشان كده في هذا المستوى التراكت نفسها بتظهر صغيره، لكن النيوكلياي مالها بتبقى ايه؟ بتبقى كبيره، بعكس الايه؟ الليفل اللي قبله. اللي قبله كانت التراكت هي الكبيره والنيوكلياي الصغيره، لان يا دوبك الفايبرز كانت بادئه تعمل ريلي في ايه؟ في النيوكلياي. لكن هنا العكس، معظم الفايبرز خلاص عملت ريلي في النيوكلياي، فالفايبرز بقت ايه؟ ظهرت، او التراكت ظهرت صغيره، وايه؟ والنيوكلياي ظهرت ايه؟ كبيره. خلي بالك من حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ ان بتيجي الفايبرز من الجراسيل والكونييت نيوكلياي، اللي هم مين الفايبرز دول؟ يعني اللي هم عباره عن الاكزونز بتاعت الخلايا العصبيه اللي عامله لك ايه؟ الجراسيل والكونييت نيوكلياي. بتيجي الاكزونز بتاعتهم كده وتتجمع مع بعض وتعمل لك حاجه اسمها internal arcuate fibers. وكلمه internal
ده اول ما اسمعها، يبقى معنى كده ان انا عندي حاجه ايه اكسترنال، ما طالما في انترنال داخلي يبقى في اكسترنال خارجي. فاذا هذه الفايبرز بقول عليها انترنال لان هي ايه زي ما انت شايف كده مستواها داخلي. في فايبرز هنعرفها بعد شويه ها في الليفل اللي بعده اسمها اكسترنال اركويد فايبرز، بتكون موجوده ايه على الحرف هنا. وكلمه اركويد معناها ان هي عامله زي ايه زي الارك كده، واخده ايه واخده ارش، فعشان كده اتسمت هذه الفايبرز ها انترنال اركويد فايبرز. فالانترنال اركويد فايبرز دي منشأها الاكزونز بتاعت مين؟ الجراسيل والكونييت نيوكلياي، بيتجمعوا كده مع بعض ويعمل لي ايه هذه الفايبرز. الانترنال اركويد فايبرز دي بتاعت الناحيه دي بتيجي وتقوم ايه عدى الناحيه الثانيه، تروح على الناحيه الثانيه. نفس الحكايه بالنسبه لايه للفايبرز بتاعت الجراسيل نيوكلياي والكونييت نيوكلياي، هنا تيجي الفايبرز تتجمع ها وتعمل لك الانترنال اركويد فايبرز، وتقوم جايه ايه عامله برضو عبور وعديه من الناحيه الثانيه، فيحصل للاثنين هنا في هذه المنطقه انتر ديجيتيشن. يعني ايه انتر ديجيتيشن؟ يعني تداخل، يتداخلوا مع بعض ويعمل لك ايه السنسوري ديكاسيشن، السنسوري ديكاسيشن. فاذا احنا ليه هنا سميناه سنسوري؟ لان منشأه ها سنسوري تراكت ها او سنسوري فايبرز اللي هي بتاعت مين؟ الجراسيل والكونييت. طيب بعد هنا ما عملوا هذا الديكاسيشن ها ايه اللي هيحصل بعد ما قطعوا بعض؟ بيبتدي بعد كده او بتيجي الفايبرز بعد كده اللي ايه اللي عبرت الناحيه الثانيه، وتقوم جايه مكمله ها، ويبقى اسمها ميديال لمينيسكس. ميديال لمينيسكس، ميديال يعني ايه؟ يعني ها موجوده قرب الميد لاين. لمينيسكس يعني ايه؟ لمينيسكس معناها مجموعه من الفايبرز موجوده في السنترال نيرفس سيستم، ليها اوريجينز مختلفه، يعني منشاها ايه نيوكلياي مختلفه، وده فعلا لان منشاها الجراسيل والكونييت نيوكلياي. وهذه الفايبرز ها بيبقى ليها نفس الوظيفه، نفس الوظيفه، وهم فعلا ان هم الاثنين دول كاري البروبيوسيبتيف سنسيشن اللي هي هتوصل لحد مين؟ لحد الثالاموس. يبقى اذا المينيسكاس يا شباب دي عكس التراكت، لان التراكت دي مجموعه من الفايبرز بتطلع من ايه؟ من نفس النيوكلياي، ليها نفس الاوريجن، لكن المينيسكاس ها دي بتطلع ايه؟ من اوريجنز مختلفه، من اوريجن مختلفه، من نيوكلياي مختلفه. وخلي بالك احنا هناخد كذا لمينيسكس ها، دي اول واحده منهم اللي هي عباره عن ايه؟ الميديال لمينيسكس. اتفقنا يا شباب؟ طب تعالوا كده نشوف مع بعض هل في حاجه تانية مهمه في هذا الليفل؟ تعالى كده بص ايه فينتريال او انتيريور، حوالين الانتيريور ميديان فيشر هتلاقي كده مجموعه من الفايبرز متجمعه كده على الناحيتين ها، واخده شكل الهرم. فهذه الفايبرز بتمثل لك ايه؟ بتمثل لك البيراميد او البيراميدال تراكت اللي هي جت بعد كده ها ها ونزلت على اللور ميدالا اللي خدناها وعملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت الديكاسيشن او الموتور ديكاسيشن. فهنا في هذا الليفل الفايبرز هنا متجمعه ها، لكن لسه ايه ما عملتش ديكاسيشن. هتعمله فين؟ في اللور ليفل اللي احنا ايه لسه واخدينه من شويه. طب يا ترى ايه الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي موجودين في هذا الليفل؟ والله النيوكليوس اللي ايه اللي قلنا هتتعب معانا وهتكمل معانا المستويات عاليه، اللي هي عباره عن السباينال نيوكليوس والتراكت بتاعت الترايجيمينال نيرف اللي قاعده في ريح مين؟ هنقول شرين في ريح الجراسيل والكونييت نيوكلياي. هلاقي كمان ها في اتنين نيوكلياي ظهروا لي جديد خالص اللي هم عباره عن ايه؟ اللي هم عباره عن الهايبوجلوسال نيوكليس اللي هي عباره عن الموتور نيوكليس اللي بتغذي لك ايه؟ اللي بتغذي لك الماسل بتاعت التنج. وهلاقي كمان نيوكليس تانيه اللي هي عباره عن الدورسال موتور نيوكليس بتاعت الفيجاس. الدورسال موتور نيوكليس بتاعت الفيجاس دي اولا ها هي ليه اتسمت دورسال؟ لان هي موجوده دورسالي، يعني اي حاجه قريبه من الجزء اللي هو البوستيريور سيبتم ده بيبقى اسمها ايه؟ دورسال. فاذا هي اتسمت دورسال موتور نيوكليس لان هي دورسال ليه؟ لان هي موجوده دورسال. يبقى هي هايبوجلوسال هتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده بالنسبه لها فنترال. يبقى اذا هذه النيوكليس بتاعه الفيجاس واحده من الثلاثه نيوكلياي بتوع الفيجاس. طيب هي ليه اتسمت موتور؟ اتسمت موتور لانها بتبقى ها موتور لمين؟ بتبقى موتور للسموث ماسل بتاعه الهارت والجي اي تي والريسبيريشن، يعني ها بتبقى ليها
بارا سيمباثيتك سبلاي لهذه المصل. علشان كده بنقولها ان الفيجاس ده اهم كرينيال نيرف عندنا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ده اللي بيغذي يا شباب السموث ماسل بتاعت الهارت والجي اي تي والريسبيريشن. فاذا لو حصل اي حاجه، ها لو الفيجاس ده اتقطع، ايه اللي هيحصل في الهارت والريسبيريشن بتاعك؟ هيقف. فعشان كده يا شباب، ها عشان كده الفيجاس مهم جدا، اهم نيرف عندنا في الكرينيال نيرف هو عباره عن الفيجاس نيرف. خلي بالك كمان من حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ ان الدورسال موتور نيوكليوس دي بتاعت الفيجاس والهايبوجلوسا نيوكليوس، الاثنين دول من النيوكلياي اللي بيمتدوا لاكتر من مستوى. يعني ايه يا دكتوره ايمان؟ يعني معنى كده ان انا لما هروح على المستوى الاعلى بتاع الميدلة اللي هو الابر ميدلة، هلاقي برضو الهايبوجلوسا نيوكليوس وهلاقي الدورسال موتور نيوكليوس ايه بتاعت الفيجاس موجودين. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اذا نراجع هذا الليفل سريع. الليفل ده يا شباب اسمه ايه؟ الميدل ميدالة. الميدل ميدالة زي اللور ماله بيبقى كلوزد، محوط السنترال كانال داير ما يدور. الليفل ده بسميه سنسوري ديكاسيشن. ليه سنسوري؟ ليه؟ لان في فايبرز مسؤوله عن السنسيشن عملت ايه؟ ديكاسيشن. ايه اهم الاحداث اللي انا هلاقيها هنا؟ هلاقي التو تراكت بتوعي جراسيل والكونييت تراكت بقوا صغيرين، لكن النيوكلياي بتاعتهم بقت اكبر. هلاقي ان الفايبرز طالعه من الجراسيل والكونييت نيوكلياي اتجمعت كده مع بعض وعملت لي ايه؟ عملت لي حاجه اسمها انترنال ارك ويد فايبرز. هذه الفايبرز اللي واخده كيرف جت عبرت الناحيه الثانيه وحصل لها تداخل مع الانترنال ارك ويد فايبرز بتاعت الناحيه الثانيه، وعملوا لي حاجه في النص كده اسمها السنسوري ديكاسيشن. اهم حدث حصل، عشان كده اتسمى هذا الليفل بهذا الاسم. وبعد ما عملوا كروسنج جم كملوا وبداوا ان هم يعملوا لك او يتجمعوا في حاجه اسمها ميديا لمينيسكس. هذه اللمينيسكس ايه؟ هتطلع على المستويات العليا. هلاقي حاجه تانية؟ هتلاقي في فنترالي، في التو بيراميدز بتوعنا اللي هم ايه؟ اللي هم عباره عن البيراميدال تراكت. هتلاقي كرينيال نيرف نيوكلياي هنا، هلاقي مين؟ النيوكليوس اللي تعبانه معانا، السباينال نيوكليوس والتراكت بتاع الترايجيمينال. هتلاقي النيوكليوس بتاعه 12 و10، افتكر كده الساعه 12 و10 بتاعه الميدل كلوزد ميدالة، اللي هي مين الساعه 12 و10؟ الهايبوجلوسا نيوكليوس اهي بتاعه التانك، ودورسال ليها مين؟ بوستيريو ليها مين؟ دورسال موتور نيوكليس بتاعت مين؟ بتاعت الفيجاس. فما تنساش الكرينيال نيرف هنا اللي عندي او اللي ظهر جديد عندي، اللي هم مين؟ 12 و10، بتوع الساعه 12 وايه؟ و10. اتفقنا يا شباب؟ نروح بعد كده على تالت ليفل في الميدلة، واعلى ليفل اللي هو عباره عن الابر ميدلة، اللي هو الليفل اللي ايه؟ اللي فوقيه على طول هيظهر البونز. هذا الليفل بقول عليه open ميدالة. open يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ببساطة شديدة لما اجي ابص على هذا الليفل هلاقي ان السنترال كانال فتحت posterior على مين؟ على الفورث فنتريكل. فلما اجي اشوف هذا السكشن هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الليفل ده، المستوى ده ما هواش محوط لك قناة هنا داير ما يدور، لا، هتلاقي ان الجزء ده اللي هو عبارة عن الفورث فنتريكل ماله مفتوح بهذا المنظر. فعشان كده اتسمى ايه؟ open ميدالة. طب يا ترى ايه اسم الشهرة بتاعه؟ اسم الشهرة الاوليفارين نيوكليوس. معنى كده ان انا في هذا الليفل هلاقي فيه نيوكليوس اسمها ايه؟ الاوليفاري نيوكليوس. طيب يا ترى اول حاجة عندنا شكله الخارجي هيبقى عبارة عن ايه؟ اولا بقول ان في هذا الليفل ما عنديش سنترال كانال زي ما قلنا ليه من شوية، لانها هتفتح ايه؟ بوستيريور على الفورث فنتريكل. مش كده وبس، تعالى شوف، بص كده في اللاترال بارت هتلاقي كده في ايه؟ ثلاثة بلج بالمنظر ده، يعني ثلاث اجزاء بارزة بالمنظر ده. ايه يا ترى البلج ده؟ اول بلج عندي اللي هو الفنترال او الانتيريور، اللي هو بيبقى ملاصق لمين؟ تاني للانتيريور ميديان فيشر. هتلاقي في مين؟ الكولكشن من الفايبرز بتاعي اللي واخد شكل هرمي، اللي هو عباره عن بيراميد، اللي هو نزل زي ما هو كده بحاله بماله على ليفل اللي تحته اللي هو الميدل ايه؟ الميدل كلوزد ميدالة. هتلاقي في بلج تاني كده جنبه
بيبقى ايه وانت رايح كده ناحيه ايه الدورس ولاترال، يعني رايح كده دورسالي ولاترالي، هتلاقي البلج اللي قاعد في ريحه ده عباره عن البلج بتاع مين؟ بتاع ايه؟ بتاع نيوكليس اسمها الاوليف، او مجموعه من النيوكلياي اسمها الاوليف، هنعرفهم بعد شويه. روح كده تزحزح كمان شويه هتلاقي ايه؟ هتلاقي البلج الثالث بتاعي اللي هو موجود برضو ايه؟ ها بوستيريور ولاترال، اللي هو عباره عن بلج موجود في الانفيريور سيريبيلر بيدانكلز. وقلنا في اول المحاضره ان الانفيريور سيريبيلر بيدانكل ده عباره عن جزء كده، ها ماس كده محترمه، ها بتربط لك الايه الميدالة بالسيريبيلم. هذا الجزء المحترم الماس المحترمه دي بتحتوي على مجموعه من الفايبرز بتبقى ايه رايحه ناحيه الايه السيريبيلم. اتفقنا يا شباب؟ يبقى اذا عندي هنا ايه 3 بلج، بيراميد، اوليف، ومين؟ وانفيريور سيريبيلر بيدانكلز. وخلي بالك الثلاثه بلجز دولت بقدر اشوفهم بعيني ها اناتوميكالي كده لما اجي ابص ايه على سطح الميدالة لاترال، يعني اجي ابص كده من الجنب هلاقي فعلا 3 بروزات. اول بروز عندي او اول بلج اللي هو بتاع مين؟ البيراميد اللي بيبقى ايه؟ اللي بيبقى انتيريور. تاني واحد وانا رايحه ايه؟ رايحه كده لاترالي ودورسالي على ورا هيبقى عباره عن الاوليف. وتالت بلج عندي اللي هو بيبقى عباره عن مين؟ الانفيريور سيريبيلر بيدانكلز. طيب ايه وضع التراكت في هذا الليفل؟ احنا قلنا ان احنا كان عندنا في السيرفايكال ليفل مجموعه من التراكت ها فضلت موجوده في البرين ستيم، موجوده في الليفل بتاع اللور ميدالة والميدل ميدالة، وهيبتدي هنا يظهر تغيرات في الابر ميدالة. ايه التغيرات دي؟ فاكرين يا شباب الدورسال والفنترال سباينو سيريبيلر تراكت؟ فاكرينهم اللي هم بتوع الانكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما قلنا ان هي بتيجي بتنقلك درجه الايه التنشن اللي واقع على الجوينت نتيجه للماسل كونتراكشن، بتنقلك درجه الشد بتاعت الماسل. فقلنا دي اسمها الانكونشس بروبيوسبتيف اللي انت ما بتحسهاش، فعشان انت ما بتحسهاش ها ما بتدخل في اللا وعي اللا ادراك، فدي بتوصل لحد الليفل بتاع السيريبيلم فقط. فاحنا كان عندنا في دورسال والفنترال سباينو سيريبيلر تراكت، عند هذا الليفل الدورسال سباينو سيريبيلر تراكت ها اللي بتكاري الانكونشس بروبيوسبتيف سنسيشن من اللور ليمبس بتاعتك بتنتهي فين؟ ها بتنتهي في الانفيريور سيريبيلر بيرانكل. خلاص هي من اسمها سيريبيلر يبقى اذا هتنتهي فين؟ في السيريبيلم. مين هنا يعني المندوب السامي بتاع السيريبيلم؟ السيريبيلر بيرانكل اللي هو الانفيريور سيريبيلر بيرانكل. يبقى اذا الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت هتفضل موجوده، لكن الدورسال مالها هتختفي، الفنترال هتنتهي في مستوى ايه؟ في مستوى اعلى من كده. تعالى كمان هتلاقي حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ بص كده على الميد لاين بتاعك في النص هتلاقي فيه هنا ايه؟ هتلاقي ثلاث حاجات ها بدايتهم ميديال، ان هم موجودين ايه؟ ميديال عن الميد لاين. ايه الثلاث حاجات دول؟ اول واحده كده ها لما نيجي نبتدي كده من تحت هنا من فوق، او بمعنى اخر لو نقول بقى علميا صح انتيريور لبوستيريور، هتلاقي اكتر جزء انتيريور او اكتر حاجه انتيريور اللي هي عباره عن مين؟ الميديا اللي منسكس بتاعت ها الايه الجراسيل والكونييت نيوكلياي. وانت رايح كده على ورا هتلاقي مين؟ الميديا التكتو سباينال تراكت. اللي هي ايه الميديا التكتو سباينال تراكت؟ فاكرين التكتو سباينال تراكت ها اللي احنا كنا قلناها برضو في السيرفايكال ليفل، دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه الاكسترا بيراميدال تراكت، الاكسترا بيراميدال تراكت اللي هي وظيفتها انك تعمل ايه؟ تناسق في الحركه بتاعتك. هتلاقي ايه وانت رايح بقى بوستيريور؟ هتلاقي فيه مين؟ هتلاقي فيه الميديا لونجيتودينال باندل اللي احنا قلنا مالها يا شباب؟ ان هي تعبانه ومكمله معانا لحد ايه؟ لحد الاخر، لحد الاخر. زي مين؟ برافو عليكو، السباينال نيوكليس وتراكت بتاعت مين؟ بتاعت الترايجيمينال. فاذا هنا يا شباب ها زي ما قلنا عندي ايه؟ ثلاثه اهم فوق بعض، ميديا لمينيسكس، ميديا تكتو سباينال، ميديا لونجيتودينال باندل، ثلاثه ميديا موجودين ايه؟ موجودين في النص. طيب هلاقي حاجه تانية؟ هلاقي مين؟ احنا لسه قايلين انا عندي في البيراميد اهو بتاع البيراميدال تراكت موجود فين؟ موجود على الناحيتين ها فين؟ في الفنترال بارت جنب الانتيريور ميديان فيشر. طب يا ترى ايه وضع النيوكلياي هنا؟ من اسمها
الليفل بتاع الاوليفر نيوكليس. معنى كده ان انا هلاقي ايه؟ هلاقي هنا ها في حاجه اسمها الاوليف. ايه الاوليف دي؟ الاوليف ده يا شباب ها عباره عن الزيتونه، اللي هي مين الزيتونه يعني؟ اللي هي عباره عن مجموعه من النيوكلياي، والنيوكلياي زي ما قلنا دي عباره عن ها تجمعات من النيرف سيل بودي، يعني بمعنى اخر ها ماس من الجري ماتر. ما هو الجري ماتر بيتكون مينلي من ايه؟ ها من نيرف سيل بوديز. فاذا هذه النيوكلياي دول ها عددهم هنا ثلاثة، ثلاثة اللي هم ايه؟ اللي هم الكبيرة اللي انت شايفها دي المعرجة اللي عاملة زي الحاجة المقرقضة دي اسمها الانفيريور اوليف، ودي أكبر واحدة. وفي واحدة بتبقى لاترال ليها وواحدة ميديال ليها. اللاترال بسميها اللاترال اكسسوري نيوكليس أو اللاترال اكسسوري اوليفري نيوكليس، والميديال بسميها ايه؟ الميديال اكسسوري نيوكليس. فاذا الثلاثه دول على بعض بيعملوا لي حاجه اسمها الاوليف. وخلي بالك الاوليف بيتكون كمان من نيوكليس رابعه هتظهر في الليفلز اللي بعد كده. طب يا ترى ايه فايده هذه الاوليف؟ الاوليف دي يا شباب ها بيجي وينتهي فيها فايبرز اسمها السباينو اوليفري. فاكرين السباينو اوليفري؟ فاكرين لما خدنا الاسندنج تراكت كان منها واحده اسمها السباينو اوليفري؟ وفاكرين برضو لما قلنا في السيريبيلا وشرحنا ان من الاوليف دي بيجي يطلع منها فايبرز تروح على المندوب السامي للسيريبيلم هنا اللي هو مين؟ ها الانفيريو سيريبيلر بيدانكل، ويعمل لي تراكت اسمها ها اوليفيو سيريبيلر تراكت. قلناها في السيريبيلم بتعمل ايه الاوليفيو سيريبيلر تراكت دي؟ التراكت دي يا شباب ها دي اللي بتدخل الانبوت انفورميشن على السيريبيلم. يعني ايه؟ فكركم تاني بالسيريبيلم. انا قلت لكم يا شباب السيريبيلم وظيفته ايه لما جينا شرحناه؟ قلت لكم زي جهاز الكمبيوتر بتيجي تغذيه بمعلومات اسمها انبوت انفورميشن، ياخد المعلومات دي ويعملها بروسيسنج وينظمها ويطلعها على هيئه اوتبوت انفورميشن. فهو ايه المعلومات اللي داخله له؟ معلومات عنها الديجري بتاعت ايه تنشن اللي واقع على الجوينت نتيجه للماسل كونتراكشن، اللي جاي له منين؟ من الجولجي تندون اورجان. ها ها خدين بالكو عن ايه؟ عن الديجري بتاعت الشد بتاع الماسل اللي جايه له من مين؟ من ماسل سبيندل. فاذا المعلومات دي بتيجي تدخل على السيريبيلم من كذا تراكت، منها الاوليفي سيريبيلر تراكت. فاذا اوليفو سيريبيلر تراكت دي تعتبر تراكت ها بتدخل انبوت انفورميشن على السيريبيلم، على الانفيريو سيريبيلر بيدانكل طبعا ومنها على السيريبيلم، عشان يبتدي السيريبيلم يعمل لها ايه بروسيسنج وينظمها ويخرجها على شكل اوتبوت انفورميشن. هتعمل لي ايه الاوتبوت انفورميشن دي؟ تعمل لي تناسق في الحركه بتاعتي. طيب هتلاقي نيوكلياي تانية ايه؟ في نيوكليس كده يمكن مش كل الجامعات عندهم، بس انا هذكرها هنا على استحياء لسبب واحد. ايه السبب ده؟ انا في يا شباب او احنا لسه واخدين من شويه ان انا في كان عندي فايبرز اسمها الانترنال اركويد فايبرز، اللي هي عباره عن الفايبرز اللي طالعه من ها النيوكلياي بتاعت الجراسيلو كونييت. وقلت لكم طالما ان في انترنال هيبقى في مين؟ اكسترنال. فاذا انا عندي هنا نيوكليس اسمها اركويد نيوكليس. النيوكليس دي اتسمت اركويت ها لان هي واخده ايه؟ واخده شكل الارش كده. النيوكليس دي بتبقى موجوده فنترال وميديال لمين؟ للبيراميد. يعني ادي اول بيراميد قاعده ايه؟ قاعده فريح وكده بالمنظر ده وبيبقى ليها كيرف. الاركويت نيوكليس دي بيطلع منها فايبرز اسمها الانتيريور اكسترنال اركويت فايبرز. طيب هي ليه اسمها اركويت فايبرز؟ عرفنا اركويت عشان اكيد الفايبرز عامله ارش. طيب عامله ارش ازاي؟ بتيجي تطلع منها كده ها وتقوم جايه ماشيه 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 على الاكسترنال سيرفيس بتاعت المظله، وتقوم داخله على المندوب السامي بتاع السيريبيلم هنا اللي هو مين؟ اللي هو عباره عن الانفيريور سيريبيلر بيدانكل. انفيريور سيريبيلر بيدانكل عشان برضو ايه؟ تغذيه بمعلومات اللي انا بقول عليها المعلومات بتاعت الايه؟ بتاعت البروبيوسبشن اللي هي اللي احنا قلناها دي الانكونشس ايه؟ بروبيوسبشن. بس خلي بالك هي اسم الفايبرز اللي طالعه anterior external arcuate fibers، ومعنى ان في anterior يبقى عندي ايه؟ posterior. بص عاملين ايه؟ عارف زي اللي هو بيقولوا عليه صندوق العجايب كده،
تفتح تلاقي ايه، صندوق جوه صندوق جوه صندوق جوه صندوق، اهو البرين ستيم عامل كده، صناديق جوه بعض جوه بعض جوه بعض كده، متاهات متاهات، فكل كلمه تفتح لنا على كلمه تانية. فانا مش عايزه اصف دماغكم بحاجات يعني مش ذات اهميه ان الطالب الاندر جراديويت يعرفها، بس انا بقولها لك بس عشان انت هتضرب في دماغك. دكتوره ايمان، انا مش كان عندي انترنال اركوت، يبقى اكيد في اكسترنال، طالع منين؟ من الاركوت نيوكليس عرفناها، ماشي لفين؟ للسريبيلر بيدانكل عرفناها. طب دكتوره ايمان هي اسمها انتيريور، يبقى معنى كده انا عندي بوستيريور؟ اه عندي بوستيريور، طالع منين؟ طالع من النيوكليس، اسمها الاكسسوري كونييت نيوكليس، ها اكسسوري كونييت، قاعده كده جنبها جنب او في ريح الكونييت تراكت، بس مش مهم انك تعرفها، بس عشان افسر لك الاسم جاء ايه؟ جا منين؟ ماشي يا شباب؟ طيب تعالى لي بقى على الحاجه المهمه قوي، الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي هلاقيها هنا. هلاقي هنا مين؟ هلاقي النيوكليس اللي تعبانه معانا زي الميديا لونجينال باندل كده، كانت تعبانه معانا، اللي هي عباره عن ايه؟ السباينال نيوكليس اند تراكت اوف تريجيمينال. بالاضافه هتلاقي النيوكلياي بتاعت مين؟ انا احنا قلناها في اول المحاضره، بتلاقي في الميدلا النيوكلياي بتاعت جزء من العصب الثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12، الكلام اللي احنا قلناه في اول المحاضره. طب تعالى على النيوكلياي بتاعت الجزء من العصب الثامن، اللي هم مين؟ اللي هم عباره عن الفيستيبولار نيوكلياي. اللي هم مين؟ الفيستيبولار نيوكلياي يا شباب هم اربعه، اتنين منهم موجودين في هذا المستوى واتنين تانيين موجودين فوقيه على طول، يعني فين؟ يعني في اللور بونز. خلاص، الاتنين اللي هنا اسمهم ايه؟ واحده اسمها ميديال ها فيستيبولار، والتانية اسمها inferior vestibular. ناخد بالنا أول ما كان هما موجودين فين؟ مش ده الفورث فنتريكل، ده اسمه الفلور بتاعه، الأرضية بتاعته، تمام؟ فإذا lateral للفلور بتاع الفورث فنتريكل هلاقي موجود مين؟ هلاقي فيه الميديال والانفيريور فيستيبولار نيوكلياي. طب مين فيهم الميديال ومين الانفيريور؟ بالمنطق دي أكيد قريبة من ميد لاين، يبقى دي الميديال، دي تحتها شوية يبقى دي إيه؟ دي الانفيريور. وانت اكيد استنتجت مباشره، طالما انا عندي في ميديال وعندي انفيريور يبقى اكيد الاثنين اللي فوقيهم هيبقوا مين؟ ها برافو عليك، هيبقوا السوبيريور ومين؟ واللاترال. طيب هلاقي ايه تاني؟ هتلاقي في النيوكلياي بتاعت الايه؟ العصب زي ما قلنا التاسع الجلوسوفارينجال والفيجاس والاكسسوري. وخلي بالك ان النيوكلياي بتاعتهم ايه؟ موجوده بطريقه مجمعه، يعني ادي اهو عندي ثلاثه نيوكلياي اهو بتوع ايه؟ بتوع الثلاثه نيرفز، الثلاثه نيرفز بتيجي من النيوكلياي دي، تطلع منها الاكزون او الفايبرز اللي تعمل لك الفايبرز بتاع مين؟ ها بتاعت النيرف الايه؟ التاسع والعاشر ومين؟ وال11. خلينا كده ايه؟ نسترجع مع بعض ونفتكر من الاناتومي. هو جلوسوفارينجال نيرف او النيوكلي او النيرف يعني طالع من كام نيوكلياي؟ ثلاثه. ايه هما؟ واحده اسمها انفيريور سليفري، ومن اسمها سليفري ها يبقى ايه؟ يبقى ايه سليفري على طول، برافو عليك، يبقى هتغذي السليفري جراند، هتغذي ايه؟ بباراسيمباثيتيك فايبر. انو سليفري جلاندز؟ الثلاثه، لا الباروتيد فقط. الثانيه اسمها نيوكليس امبيجوس، والنيوكليس امبيجوس دي يا شباب لو تفتكروا لما قلت لكم في اول المحاضره ان النيوكليس دي بتدي فايبرز لمين؟ ها للنيرف التاسع والعاشر وال11 مشتركه للثلاثه، وظيفتها انها بتبقى ايه؟ انها بتبقى سوماتيك موتور، يعني دي بتغذي لك ايه؟ السكيليتال ماسل. والنيوكليس الثالثه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها السوليتري، السوليتري طبعا سكيلتال ماسل يا جماعه عشان بس ما ننساش سكيلتال ماسل بتاعت مين؟ الجلوسوفارينجال، بتاعت السوفت باليت وبتاعت اللارينكس والفارينكس. وتالت نيوكليس اسمها السوليتري نيوكليس، والسوليتري نيوكليس دي بتبقى ايه؟ دي بتبقى سنسوري، سنسوري ايه؟ دي من اهم ها النيوكليس بتاعت التيست سنسيشن، بتاع حاسه التذوق. تعالى لي على الفيجاس، طالع بكام نيوكليس؟ ثلاثه برضه، اللي هم ايه؟ اللي هم الدورسال موتور اللي احنا قلناها من شويه، اللي هي عباره عن ها باراسيمباثيتك، باراسيمباثيتك فايبرز لايه؟ للسموث ماسل بتاعت الهارت وبتاعت الجي اي تي وبتاعت الريسبيريشن، عشان كده الفيجاس ده من اهم الباراسيمباثيتك نيرف. فين؟ في جسمك، في جسمك، اتفقنا؟ ها والدورسال موتور زي ما انت شايف دي نيوكليس موجوده في هذا الليفل، والليفل اللي تحت ممتده لتو ليفلز. تاني واحده النيوكليس امبيجوس اللي هي المشتركه ها موتور سوماتيك لمين؟ للثلاثه نيرف. واخر واحده اللي هي ايه؟ اللي هي السوليتري، ودي برضو بتبقى ايه؟ بتبقى سنسوري، بتدي شويه فايبرز كده خفاف خفاف لمين؟ ها عشان برضو تشارك في عمليه التيست سنسيشن. و
نيرف اللي بعد كده او النيوكليوس اللي عندي بعد كده اللي هي الاكسسوري نيوكليوس، ودي بتبقى عباره عن النيوكليوس امبيجوس اللي طالع منها نيرف فايبرز، بيبقى ايه؟ بيبقى سوماتيك وموتور. اتفقنا يا شباب؟ لكن احنا هنا اللي علينا نعرفه ها في هذا الجزء في الهيستولوجي او في النيورو اناتومي، ان انا في عندي الثلاثه نيوكلياي اهم طالعين زي ايه؟ زي ما تكون كده ورده متفرعه، مديالي الثلاثه نيوكلياي بتوع ايه؟ الثلاثه نيرف. مش هنقعد بقى نفصص دي مين ودي مين ودي مين، اعرف ان الثلاثه كده اهي اهم اهم موجودين فين؟ مش ده الفلور بتاع الفورث فنتريكل؟ صح ولا غلط؟ فهم موجودين ايه؟ موجودين لاترال كده شويه، لاترال كده شويه، وبيجي يخرج منهم ايه؟ النيرف فايبر بتاعت مين؟ بتاعت التلاته برضو نيرف، التسعه والعاشر وال11. بتخرج منين النيرف؟ بيخرج ما بين ايه؟ ما بين الانفيريور سيريبيلر بيدانكل، وما بين ايه؟ ما بين الاوليف. واخر نيوكليس عندي اللي هو عباره عن النيوكليس بتاعت الهايبوكلوسال نيرف اللي احنا قلنا برضو كانت موجوده في الليفل اللي تحتها الميدل. هنا بقى الهايبوكلوسال نيرف او النيوكليس بتاعت الهايبوجلوسال نيرف هلاقيها موجوده فين؟ هلاقيها موجوده برضو مش ده الفلو بتاع فورد فنتريكل، ها فهي موجوده ايه في او عند الميد لاين كده في الناحيتين، في الناحيتين. وبيجي هنا بقى في هذا الليفل النيرف فايبرز بتاعت الهايبوجلوسال نيرف تيجي كده تخرج من النيوكلياي بتاعتها، ها وتقوم ايه؟ وتقوم جايه طالعه كده من السطح بتاع الميدلة ما بين ايه وايه؟ ما بين البيراميد وما بين ايه؟ وما بين الاوليف، ما بين البيراميد وما بين الاوليف. يبقى اذا يا شباب ممكن ان انا اجمع كده دلوقتي كل حاجه تخص الابر اوبن ميدلة. هجمع ايه؟ هجمع اول حاجه زي ما قلنا ما عادش عندي سنترال كانال، بقى في عندي ايه؟ فورث فنتريكل، ها مفتوح بالمنظر ده. تاني حاجه هلاقي فيه ثلاثه بلج، ايه هما؟ اول بلج كده انتيريور هيبقى فيه البيراميد، جنبه هيبقى فيه الاوليف، ها دورسال ولاترال لهم هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه المندوب السامي الانفيريور سيريبيلر بيدانكل. طيب هلاقي ايه ربي من التراكت هنا؟ هتلاقي ان في تراكت كانت موجوده ها قبل كده عندنا واختفت هنا، اللي هي عباره عن الدورسال سباينو سيريبيلر تراكت. ليه؟ لانها انتهت في المندوب السامي بتاعي اللي هو عباره عن مين يا شباب؟ الانفيريور سيريبيلر بيدانكل. يبقى اذا لن يتبقى غير مين؟ الفنترال سباينو سيريبيلر اي تراكت، لكن الدورسال مالها؟ اختفت. هتلاقي في حاجه تانية؟ هتلاقي في ثلاثه ستراكشر موجودين عندي في الميد لاين، ايه هما؟ من anterior لposterior في مين دي يا شباب؟ اللي عامله زي الجزمه البوط دي، ها مين دي؟ الميديا لمينيسكس. هتلاقي وراها في الميديا لونجيتودينال باندل، وراها هتلاقي في الميديا لونجيتودينال باندل. يبقى ثلاث حاجات ميديا وموجودين ايه؟ موجودين ميديا. طيب هتلاقي في حاجات ثانيه؟ هتلاقي في مجموعه من النيوكلياي، ايه هم؟ من اسمها ده الليفل بتاع الاوليف. يبقى هتلاقي فيه هنا ثلاثه نيوكلياي، ها عباره عن ثلاثه ماسز من الجري ماتر اسمهم الاوليف، بتتكون من الكبيره دي الانفيريور اوليف، ها وجنبها من هنا هتبقى ايه؟ اللاترال اكسسوري نيوكليس، ومن الناحيه الثانيه الميديا اكسسوري نيوكليس. وزي ما قلنا الثلاثه نيوكلياي دول بيبعتوا لك فايبرز على المندوب السامي اللي هو الانفيريور سيريبيلر بيدانكل. هتلاقي نيوكليس ثانيه اسمها ارك ويت نيوكلياي، دي ودي، ها والارك ويت نيوكلياي زي ما قلنا برضو بتبعت فايبرز او بيطلع منها فايبرز اسمها الاكسترنال ارك ويت فايبرز، رايحه برضو للمندوب السامي. طيب هتلاقي تاني؟ هتلاقي في كرينيال نيرف نيوكلياي اللي من اهمها اللي تعبانه معانا السباينال نيوكليس والتراكت بتاعت تراجيمينال، بالاضافه للنيوكلياي بتاعت مين؟ ها النيوكلياي بتاعت الجزء من العصب الثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12. الجزء من الثامن اللي هم عباره عن مين؟ الميديال والانفيريور فيستيبولار نيوكلياي موجودين ايه؟ لاترال للفورس فنتريكل. هتلاقي فيه النيوكلياي بتاعت ايه؟ العصب الايه؟ التاسع والعاشر وال11 الثلاثه، وطلع منهم كده النيرف فايبرز اللي هو هيعمل لي النيرف لمين؟ التاسع والعاشر وال11، هيخرج لي من سطح الايه؟ الميدلة ما بين الايه؟ الانفيريور سيريبيلر بيدانكل وايه؟ والاوليف. طيب هلاقي حاجه تانية؟ هلاقي في النيوكلياي بتاعت الهايبوجلوسال نيرف واللي موجوده برضو عند الفلور بتاع الفورث فنتريكل، بتبقى موجوده ميديال لمين يا شباب؟ ها ميديال لمين؟ للثلاثه نيوكلياي بتوع التاسع والعاشر وال11، واللي هيجي يخرج منهم النيرف بتاعهم، ها ان الفايبرز اهي، وتقوم جايه خارجه من سطح الميدلة ما بين البيراميد وما بين ايه؟ ما بين الاوليف. اذا من كل هذا الكلام واللت والعدل اللي احنا عمالين نقول فيه،
طلعت منه بإيه؟ استنتجت بقول منه إيه بالظبط؟ لما أجي أقول لك قول لي لو حصل إنجري في المظلة، إنجري يعني إيه؟ يعني واحد لا قدر الله كده حصل له حادثة ماشي؟ وحصل إنجري في المظلة. متوقع إيه اللي هيحصل؟ هتقولي متوقع إن ده هيبقى حاجة فيتال، فيتال يعني إيه؟ يعني مميتة. وأسألك ليه؟ ليه قلت كده؟ هتقول لي يا دكتورة عشان الفيتال سنتر اللي بتنظم الهارت والريسبيريشن موجودة في المظلة، وده الكلام اللي احنا قلناه صح ولا غلط؟ يا جدعان ده الفيجاس بجلالة قدره، بجلالة قدره طالع منين؟ طالع من المظلة. فإذا انجري المظلة بيبقى عادة ايه؟ فيتال، ولو قعد العيان كده يقعد له شوية في كوما وبعدين ايه؟ يتكل على الله. خلي بالك من حاجة مهمة قوي برضو، ان ممكن بيحصل في المظلة نتيجة لليجن فيها حاجة اسمها بالبر بولسي. يعني ايه ليجن؟ يعني مثلا لو جه ورم في حتة معينة في المظلة، لو حصل اوكلوجن او انسداد في فيسل بيغذي منطقة معينة في المظلة، فبيحصل حاجة اسمها بالبر بولسي. بالبر بولسي، وخلي بالكوا كلمة بالبر جاية منين؟ جاية من بالب، جاية كده من الحاجة لما تكون إيه؟ لما حاجة تكون كده شكلها مدور كده شوية، ها؟ فبيقولوا إيه؟ فبيقولوا عليها إن هي إيه؟ بالبر، أو بتحوط حاجة مدورة ويقول عليها بالبر. وجرى عادة إن المظلة بالذات ها بيطلق عليها اسم إيه؟ اسم بالبر، لأنها جاية شكلها إيه؟ مدور كده شوية، يعني إحنا حتى قلنا عليها بتبقى عريضة كده مدورة كده شوية. فإذا الليجن ده بيعمل لي حاجه اسمها بالبر بولسي. كلمه بولسي يعني ايه؟ يعني باراليسز، شلل بيحصل. واسالك انت متوقع لما يحصل شلل في المظله من كل اللي احنا درسناه ده ايه اللي هيحصل؟ من غير ما تقرا الكلام قول لي انت متوقع ايه اللي هيحصل. والله يا دكتوره ايمان انا متوقعه ان في كريان نيرفز هتتاثر. قال هي مين يعني؟ اللي هي ببساطه شديده التاسع والعاشر وال11 وال12، وكل واحده بقى هتديك ايه؟ السين بين بتاعها، ايه اللي هيديك باراليسيس للتانج ويبقى اللسان معوج، ايه اللي هيديك باراليسيس في الماسل بتاعت السوفت باليت، كل واحد ايه هيديك حاجه. طيب هيحصل حاجه تانية؟ اكيد هيحصل حاجه اسمها هيميبليجيا، شلل نصفي. يعني ايه؟ يعني يحصل باراليسيس للماسل بتاعت الاوبوزيت سايد. اوبوزيت سايد منين؟ من الليجن. يعني انت مثلا لو حصل لك الليجن في المظله في الناحيه اليمين، فمين اللي هيحصل باراليسيس فين؟ ها في الناحيه الشمال. وده ليه؟ ليه؟ لان هيحصل ايه؟ افكشن للكورتيكو سباينال تراكت، اللي هي ايه؟ ها اللي هي زي ما احنا عارفين بيحصل لها كروسنج، صح ولا غلط؟ مش هي بتيجي في اللي هو المظله يحصل لها كروسنج؟ فنتيجه للكروسنج العبور اللي حصل ده، فلو حصل ان الناحيه اليمين من المظله افكتد، يبقى الناحيه الشمال من جسمك هي اللي ايه؟ اللي هتتاثر. مش كده وكده، مش كده وبس، ده هيحصل كمان فقد في ايه؟ في السنسيشن، في الاحساس. فين برضو؟ ها في الاوبوزيت سايد بتاع جسمك، في الناحيه الثانيه. بحيث ايه برضو؟ نفس الكلام، لو انت ها يعني احنا الناحيه اليمين اتافكتد، يبقى الناحيه الشمال برضو ايه؟ هي اتافكتد. وده ليه؟ نتيجه لدامج للسنسوري تراكت، لان برضو السنسوري تراكت يا شباب وهي طالعه، وهي طالعه بتعمل كروسنج، يا في السباينال كورد يا في البرين ستيم، زي ما احنا خدنا مع مين؟ مع جراسيلو كونيت. فالنتيجه لكده ان برضو بيحصل فقد للسنسيشن فين؟ على الناحيه التانيه من ايه؟ من الجسم. ده اللي انا بسميه على بعضه كده كولكتيفلي بالبر بولسي. بالبر بولسي، وهو ده يا شباب الملخص، او زي ما بقول لك الزتونه اللي انا عايزاك تطلع بينها من كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. كل الكلام اللي احنا قلناه ها وشرحناه وعدناه وقعدت اعيد وازيد فيه، يمكن كلام انا عارفه ان في درجه الحفظ فيه كتير اكيد، لان هي حاجات طالعه وحاجات نازله، حاجات بتظهر وحاجات بتختفي، في حاجات منها تكون منطقيه ان هي هتختفي هنا، لكن برضو انا ما انكرش ان كميه اكيد الحفظ فيه يعني اكيد محترم، ده اكيد. بس لو انت كده يعني على الاقل الفكره كده في دماغك، ولما اجي اسالك السؤال زي اللي انا سالته لك ده، انجري المظله متوقع ايه؟ حتى لو انت لسه ما حفظتش الليفلز كويس قوي، لسه طبعا مرحله انت هتحفظها، هتقدر تقول يا دكتور ايمان هيحصل افكشن لكذا ويحصل كذا ويحصل كذا. هو ده يا جماعه اهم حاجه، اهم حاجه انا عايزاكم ايه تطلعوا بيها، حته الكلينيكال كورليشن في النيورو اناتومي ها مهمه جدا 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 جدا، لان زي ما بقول دايما هذا الجزء يا شباب انتوا بتدرسوه في الهيستولوجي، مش كل الجامعات بتدرسه،
بس في جامعات بتدرس طبعا هيستولوجي، وفي الواقع هذا الجزء ليس بهيستولوجي، هذا الجزء ها نيورو اناتومي، يعني كل مراجع الهيستولوجي عندنا مش موجود فيها الجزء ده، لكن الجزء ده انا نفسي شرحاه، انا نفسي شرحاه من تكست بوك مرجع بتاع نيورو اناتومي، لان نيورو اناتومي بره ده تخصص كده ايه لوحده كده مع جنب. وطبعا شايفين بالمنظر اللي احنا شايفينه واللي بناخد فيه قطره من المحيط، لهم حق فعلا ان هم يحطوا نيورو اناتومي تخصص لوحده خالص، يعني من كتر ما هذا التخصص عميق انتوا نفسكم ملاحظين كل حاجه فاتحه على حاجه، كل حاجه فاتحه على حاجه. فعلشان كده يا شباب زي ما بقول لكم، انتوا كاندر جراجويت او السلايد دي ها بالدنيا واللي فيها بس كده. وده كده جدول مقارنه عملته لكم ما بين الثلاثه ليفلز بتوع المظله، بوضح فيهم اهم الاختلافات اللي بتحصل ما بين الثلاثه ليفلز. يعني هي في اختلافات كتيره جدا او في حاجات كتيره جدا مشتركه ما بينهم، لكن دي اهم الاختلافات اللي هي موجوده ما بين الايه الثلاثه ليفلز، اللي هي مثلا في اللور مظله الاوت لاين اللي يهمني ايه ان السنترال كانال بتبقى ايه سنترال، في الميدل مظله بتبتدي انها تتحرك ايه بوستيريور، في الابر مظله بتختفي اساسا السنترال كانال لانها بتفتح على ايه على الفورث فنتريكل. اهم حدث حصل في اللور مظله اللي هو عباره عن البيراميدال موتور ديكاسيشن، في الميدل مظله السنسوري ديكاسيشن، الابر مظله ان انا ببقى عندي الاوليف بيبقى ايه اكتمل تماما. اما التراكتس اهم حاجه حصلت عندي ايه في اللور ميدالا ان الجراسيل والكونييت تراكت بقوا او هما ظهروا ايه بيبقوا اكبر من النيوكلياي بتاعتهم، في الميدل ميدالا العكس الجراسيل والكونييت تراكت بيبقوا صغيرين والنيوكلياي بتاعتهم بتبقى اكبر، في الابر ميدالا الدورسال سباينو سيريبيلر تراكت اختفى لانه ايه دخل في او انتهى في الانفيريو سيريبيلر بتاعتهم. اما كرينيال نيرفز نيوكلياي فانا في عندي نيوكليس ثابته في الثلاثه، في الثلاثه اللي هم عباره عن السباينال نيوكليس بتاعت مين الترايجيمينال نيرف، هتلاقيها موجوده فين في الثلاثه، لكن تعالى في الميدل ميدالله زود عليها النيوكليس بتاعت النيرف الهايبوجلوسال وبتاعت الدورسال موتور نيوكليس بتاعت الفيجاس. اما في الابر ميدالله زود على السباينال نيوكليس اوف ترايجيمينال نيرف اللي هي النيوكلياي بتاعت مين بتاعت العصب الثامن ها الفيستيبولار، والتاسع الجلوسوفارينجال، والعاشر الفيجاس، وال11 الاكسسوري، وال12 ايه الهايبوجلوسال. الثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12 بالاضافه لمين للسباينال نيوكليس بتاعت الترايجيمينال اللي ثابته معانا في كل ايه الليفلز. اتفقنا يا شباب؟ في كمان جدول مقارنة عملته لكم ما بين الديكاسيشن اللي بيحصل في الميدالة اللي هو الموتور ديكاسيشن والسنسوري ديكاسيشن. الموتور قلنا بيحصل فين في اللور ميدالة، السنسوري بيحصل فين في الميدل ميدالة، الموتور ده طالع منين من البيراميد، السنسوري ده طالع منين من الفايبرز بتاعت الجراسيل والكونييت ايه نيوكلياي، الباث واي بتاع كل واحد لما بعد الديكاسيشن ايه اللي هيحصل في الاثنين. يعني قلنا في الموتور 80% من الكورتيكو سباينال تراكت فايبر هتنزل ها وتبقى ايه وتبقى على شكل كروس لاترال كورتيكو سباينال تراكت، اما ال 20% اللي فاضلين هينزلوا من غير ما يعملوا كروسنج ويبقى اسمهم الفنترال كورتيكو سباينال تراكت. في السنسوري ديكاسيشن الفايبرز من الجراسيل والكونييت هتيجي وايه تعمله هما الاثنين الانترنال اركوت فايبرز اللي هيجي يعمل كروسنج على الاوبوزيت سايد ها ويحصل ما بينهم تداخل ويعملوا السنسوري ديكاسيشن اللي هيجي يطلع از الميديال لمينيسكس. اخر حاجه ان الموتور ديكاسيشن ده بيبقى شايل ايه الموتور امبلس للانتيريور هورن سيل بتاع السباينال كورد اللي بتنتهي على السكيليتال ماسل عشان تبقى مسؤوله عن الفولنتري ايه موفمنت. اما السنسوري ده بيبقى كاري مين بتاع جراسيل وكونييت الكونشس بروبريوسبتيف الفاين تاتش vibration with two point discrimination الكلام اللي احنا قلناه فين يا شباب ها في الجراسيل والكونييت تراكت لما جينا شرحنا السباينال كورد. اتفقنا؟ ونروح دلوقتي بقى على السؤال بتاعنا بتاع المحاضره ونشوفكم كده جمعتوا ايه. بيقول لك identify the section and the pointed structure at one. طيب دلوقتي انا عندي السكشن اللي قدامي ده احنا خدنا ثلاثه ليفلز بالمظله، ايه هما؟ اللور والميدل والابر. طيب انا لما اجي ابص على هذا الليفل، هذا الليفل اللي قدامي ها جاي كده مقفول محوط لك قناه كده داير ما يدور ولا مفتوح من فوق؟ لا ده مقفول اهو محوط لك قناه داير ما يدور، يبقى اذا الليفل ده بتاع ايه؟ بتاع كلوزد ميدالة، وكلوزد ميدالة يا لور يا ميدل، ويتش از ويتش؟ والله انا في هنا عندي كذا حاجه بينالي. ايه كذا حاجه بينالي دي؟ انا شايفه هنا عندي هناء وشرين الجراسيل والكونييت كانت الفايبرز بتاعتهم صغيره او التراكت صغيره لكن النيوكلياي كبيره، ومش كده وبس
ده طلع منهم كمان قدامي اهو فايبرز اتجمعت مع بعض، والفايبرز دي مالها؟ جت عبرت الناحية التانية وإيه، وحصل لها تداخل أو انتر ديجيتيشن مع الفايبرز اللي جاية من هنا، وهما الاتنين كملوا كإيه، كحاجة عاملة زي الجزمة البوض دي قدامي. ومش كده وبس، ده أنا شايفة في كمان فنترال في مين ستراكتشر موجود على الناحيتين شبه الهرم، اللي هو مين؟ البيراميد. يبقى كل هذا الكلام ينطبق على ها 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 ها. برافو عليك، الله يفتح عليك يا حبيب والديك. كل ده ينطبق على الليفل بتاع الميدل ميدالا اللي انت بقى يعني كمل بقى، ما تستخسرش الاجابه. ده الليفل بتاع السنسوري ديكاسيشن. ليه؟ لان الفايبرز دي اللي طالعه من الجراسيل والكونييت دول عباره عن الانترنال ارك ويد فايبرز، ها، اللي جت هنا وعملت لك السنسوري ديكاسيشن وكملت كايه؟ مين الحاجه رقم واحد دي كان بيسالك عليها اللي عامله زي الجزمه البوط دي؟ الميديا اللي مينيسكس. وخلي بالك دايما الميديا اللي مينيسكس هو طبعا احنا هم عارفينه هو في الميد لاين، لكن دايما شكله عامل زي ايه؟ زي الجزمه البوط كده بالظبط. اتفقنا يا شباب؟ يا ريت بعد ما تسمعوا المحاضرة دي تروحوا حالا تذاكروها وهي لسه فريش في دماغكم، وإن شاء الله الكلام ده كله إيه؟ هيثبت. بالمناسبة بقى، قبل ما أقفل المحاضرة خالص، في حاجة كنت قلت لكم عليها، قلت لكم ما تشغلوش دماغكم بيها، بس هي جت في الصورة كده، فإيه؟ فهنقولها على الماشي. مين دي يا شباب؟ إيه دي؟ مش دي الكونيتراكت؟ صح ولا غلط؟ الجراسيل اللي هنا قريبة من البوستيريور بارت، لكن دي إيه؟ دي الكونييت. مين دي؟ مين دي؟ دي ماس من جري ماتر. عارف دي مين؟ دي مين بقى؟ دي الاكسسوري كونييت اللي انا قلت لك عليها، اللي هي ايه؟ اللي بيطلع منها مين؟ البوستيريور اكسترنال اركويد فايبرز. بس زي ما قلت لك ما تشغلش دماغك بيها، ها؟ ما تشغلش دماغك، يعني مش دي هتبقى موضع سؤال بالنسبه لطالب ايه؟ اندر جراديويت. بس عشان جت هنا بالمره كده ايه؟ بالمره ايه ايه قلناها بدل جت هنا. ماشي يا شباب؟ يلا اشوفكم على خير باذن الله، ربنا يوفقكم. ثانك يو.